قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان إيجاز الرسالة في سينودس الأساقفة، وقد أغنى الحلقة ضيف الاستوديو الأب جمال خضر النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في الأردن، الذي تحدث عن السينودس ومعناه وعن عيد القديسين والصلاة من أجل الموتى، لافتا إلى بعض المعتقدات الشعبية الدخيلة على مجتمعنا الأردني. كما ذكر الأب خضر بدعوة قداسة البابا فرانسيس للأساقفة بضرورة الإصغاء إلى الناس وتبادل الأفكار معهم. فيما تلقى البرنامج اتصالا هاتفيا من الدكتور جلال فخوري دعا خلاله إلى وحدة الكنيسة وتعزيز علاقتها بالمؤمنين. فإلى هناك دعا قداسة البابا للصلاة ومن أجل التحضير لسنة السينودوس اللي راح تكون ب 2023. والسينودوس يعني دائما بنسمع سينودوس الأساقفة، سينودوس الكنيسة الكاثوليكية. موضوع السينودوس ومعنى السينودوس ولماذا الآن؟ السينودوس اللي في الكنيسة الكاثوليكية واللي بدأ بطريقة منتظمة بعد المجمع الفاتيكان الثاني هو اجتماع للأساقفة من كل أنحاء العالم للتباحث حول أمر معين، موضوع معين يخص الكنيسة. موضوع العائلة احتل مثلا حيز مهم في السينودوس. قداسة البابا فرانسيس أجا بفكرة جديدة، بدل ما أنه الأساقفة يجتمعوا في روما كمفروض في 2022، قال معنى السينودوس هو أن نسير معا، وهذا لا يخص فقط الأساقفة، يخص كل الكنيسة. فلنبدأ بطريقة عكسية، أن نصغي للمؤمنين، المؤمنين يجتمعوا معا، يصلوا معا، يصغوا لبعضهم البعض، وهذه الأفكار تنتقل إلى الأساقفة. ونوضع برنامج. البرنامج بدأ من بداية الشهر 9 تشرين الأول لما قداسة البابا أعلن بداية السينودوس المرحلة الأولى، وإحنا يوم السبت وبالاتحاد مع كنيسة القدس كلها اللي كانوا مجتمعين في القدس وإحنا في عمان بدأنا هذا السينودوس من يوم السبت، حتى نبدأ من المؤمنين، من الرعاية، من جميع المؤمنين، أن نجتمع مع النصغي حتى شهر نيسان القادم. وهنالك فكرة جدية بتمديدها لأنه الفترة قصيرة حتى شهر آب السنة القادمة، مشان يكون عندنا وقت كافي اللي فيه نلتقي مع بعض، ومن ثم يتم تجميع كل هذه الأفكار في الأبرشية في بلادنا، وثم تنتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى عندنا تخص جميع الكنائس الكاثوليكية، وكان القرار من اتحاد رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة أن يتم ما بين كل الكنائس مع بعض. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تسمى المرحلة القارات، كل قارة تجمع، ولكن بالنسبة لنا سيكون البطاركة الكاثوليك في الشرق. فتجتمع كل هذه التقارير ثم يتم دراستها والتباحث فيها وإلى آخره، حتى شهر تشرين ثاني من عام 2022 حتى تنتقل إلى روما. وهنالك لجنة خاصة في روما تجمع كل هذه التقارير تحضيرا للسينودوس الأساقفة في 2023. فهيك سينودوس الأساقفة بيستلموا كل رأي الشعب، لأنه كثير مرات إحنا بنحكي مش بس مع الشعب، بنحكي عن الشعب. القداسة البابا بيدعونا إلى أن نصغي للشعب. إحنا عادة الشعب بصغي لنا. يعني هذا المعروف إنه نحن بنصغي لكم. البابا بيدعونا للعكس، إنه إحنا نصغي للشعب. ولما بقول للشعب المؤمن بعني بكل فئاته بدون استثناء. سيدي، الكنيسة الكاثوليكية تقوم على محورين. عم نسمعك دكتور، تفضل. الكاثوليكية تقوم على محورين، مادي وروحي. المادي يتعلق في السياسات الدولية وما يدور في الكون، والسياسة الروحية هي حول وحدة الكنيسة وما يجب أن يفعله العلمانيين في مساندة السلك الكهنوتي في الدعوة إلى الوحدة. هلا الجزء بدي اناقش الجزء الاول، الجزء الثاني تاركه للسلك الكهنوتي وللفاتيكان، وهو يعالج هذا الموضوع. فيما يتعلق بنظرة الناس
إلى الكنيسة، ماذا يأملون من الكنيسة أن تقوم في ظل عالم مضطرب، عالم منهك فكريا وفقر وأمراض، وعالم باختصار عالم يتردى. ماذا تفعل الكنيسة في معالجة، ولو على الأقل أن تريح الناس فكريا أن الكنيسة لا تتركهم وأنها هي معهم؟ كيف تقنعون الناس بالالتفاف حول الكنيسة؟ يعني موضوع الإقناع هذا مهم جدا، تقنع الكنيسة أنها هي أرادت أو تريد هذا الفكر الجديد وهذا الطرح الجديد. حلو، تفضل أبونا. الكنيسة لها وجهين. نعم. ومرتبطات مع بعض. نعم. الوجه المؤسساتي اللي يسمى. نعم. مادي. نعم. كمؤسسة، والوجه الروحي اللي موجود للكنيسة كاستمرار لعمل خلاص المسيح في هذا العالم. نعم. التركيز كان على الوجه الأول اللي لا ينفصل عن الوجه الثاني، وهي أن تقوم الكنيسة بإعلان الإنجيل. بوضح، هنالك مبادئ في الإنجيل يجب أن لا نتنازل عنها وأن نحافظ على نقائها وصفائها. مثلا كرامة الإنسان. نعم. إحنا بنعرف اليوم مع العالم اللي حكينا على مضطرب على متهلك، صحيح، بمعنى خاصة تفضيل الربح المادي على الإنسان وحقوق الإنسان، كثير مرات منضحي بالإنسان من أجل الربح المادي. هذا العالم اللي موجود، كيف ممكن أن نذكر العالم وتكون رسالة الكنيسة بأولوية الإنسان؟ نعم. وخاصة على مثال السيد المسيح، أولوية المحتاج. حلو. المسيح ما بين كل الناس كان يروح عند الإنسان الفقير أو الإنسان. نعم. المريض، مشان كان يعطي أولوية. اللي بتقوم فيه الكنيسة أن تحافظ على هذا الصوت النقي. بعطي مثال، لما بنحكي عن العولمة، العولمة هي هيمنة رأس المال عمليا إذا بدك في الاقتصاد والدول الكبرى والدول الغنية على العالم، بينما الكنيسة تسعى دائما، وقداسة البابا تذكرنا بعولمة الرحمة، عولمة التضامن، وليس عولمة المادة والتجارة وإلى آخره. وهذا يتم تطبيقه بشكل عملي من خلال الكنيسة ومؤسسات الكنيسة. بجوز بنعرفش كثير عن اللي بتقوم فيه الكنيسة، ولكن من خلال أذرعها الكثيرة، الرهبانيات، الأبرشيات اللي في العالم، اللي بتهتم بموضوع الفقر، بموضوع الصحة، وبتذكر دائما أنه التطعيم مش للدول الغنية، تطعيم ضد الكورونا هو حق لكل إنسان، فعلى سبيل المثال. نعم. فهذا الصوت اللي يصغى إليه من البعض الحقيقة، ولكن في طغيان للرأس المال، بمعنى طغيان للرغبة في الربح المادي. فبعطي مثل آخر، شركات الأدوية. نعم. صنعت أدوية للأيدز للمساعدة، وتكلفتها عالية جدا. هذه الشركات من أجل المحافظة على الربح رفضت أن تقوم الدول الإفريقية التي تعاني من مرض الأيدز بتصنيع هذه الأدوية محليا. نعم. كان لازم يشتروها بسعرها الغالي جدا اللي لا يقدر عليها. تقدر على يقدر. نعم. عليها الإنسان شعب. فبالنسبة للشركات يموت الإنسان ولا يشتري الأدوية ولا يخسر. نعم. إلها. هنا دور الكنيسة، وهنا الكنيسة بتعمل كثير، أولا من خلال قداسة البابا ومن خلال الكنيسة الأساقفة، ولكن هنالك مجموعات كبيرة من المؤمنين يستلهمون تعليم الكنيسة الاجتماعي وفي ممارساتهم اليومية، وخاصة في التزامهم السياسي. لما نقول أحزاب مسيحية، لا هي مش مسيحية أكيد 100% في أوروبا، ولكن في منها اللي تستلهم تعليم الكنيسة الاجتماعي لتحقيق عدالة ما بين الناس. هنالك بين قوسين حرب ما بين هذا الصوت، صوت النبوي للكنيسة وعمل الكنيسة، وما بين هذا العالم الذي يسعى إلى الربح المادي.